دارجة أخرى. ما على فهمت بحق دارجة أخرى. فهو ياسين في الماتش كرواسيا بعد كان دروب صار الماتش مبريسي وجربنا تلتين باش نرجعوا في مستوى باش يقدر يبدا. دار لي شوفمون و لي دي ديرنيير مينوت قبل لي شوفمون حس بشي حاجة. وصراحة ملي كنهضر على رجال عندي رجال في الفرقة ياسين راجل جا ما حسش راسو يقدر يبدا. سولني واش ولا بدلتو دابا واش غنديعو شونجمون. مشينا سولنا ملي قالوا لنا ما نديعوش شونجمون قالوا حسين تخرجني دابا كنلعب 10 دقائق ومن بعد خصك تخرجني. دونك برافو عليه وبرافو على منير. خصنا ندور على منير ما سخانش دخل دار خدمة كبيرة. وهادشي اللي كنقول للدراري عندنا واحد الجروب اللي غزال ولاد الناس مربين مردين الوالدين كيتقاتلوا. اي واحد اللي كيدخل باغي يتقاتل شميت الريحه ديال النيه اليوم ديال الجمهور ديال الصحفيين. ولي قلت لكم بوتو كتدخل بوتو كتخرج بقاو بنيه ودري بقاو بنيه وان شاء الله غيكون خير. ايطال الوطني المغربي في المنافسات العالميه سي وليد يمكننا نقولوا اليوم بان المنتخب الوطني ظهر بالحقيقه ديالو وايضا ضربه الهدف اللي تلقى المنتخب الوطني وشكل عنده تاثير ايجابي على اللاعبين باش يدخلوا دوزيام ميطون معنويات اكثر عاليه. شكرا جزيلا خويا وليد. غتقول يمكن راني احمق هاك والله الا راني حايد بيتكم فرحان باسكو قلت عرف البلجيك ولا كنا دخلنا 1-0 على ميطون كانوا غيدخلوا في الماتش من الاول باش يجيو يماركيو ونقدروا نخسروا هذا الماتش. لو تايمينغ ديال البيت جا في التوقيت يفالي با ماركي ترو تو مع الفراقي. ابخي فلاميتون درنا مزيان باسكو دينا بزاف لي ديشي تكنيك كنعاودها صافي دو ماتش دو سويت مع كرواسيا ودابا اليوم فهاد المستوى هادي مع هاد لو نيفو ما نقدروش نضيعو هاد لي باس ولا هاد لي كونترول. هادشي اللي عجبني في اللعابة اليوم باغي نربحو نتقاتلو اون اتوندو لو بون تايمينغ سي لي كغون ماتش. برافو برافو الدراري. كاين بزاف بريسيون باش ما نكذبش عليك الدراري عندهم بريسيون باغيين يفرحوا هاد الشعب في لوتيل ديما كنهضرو كنشوفو في المغرب الناس كيستناو هاد الرباح كيستناو هاد كاس العالم. دونك عندهم دي بريسيون يمكن هادي ما كتعاونناش ديما كنهضرو الماتش انا باغي نحيد لهم هادشي. ممكن انا في الكوزني ديالي كنعمرو ممكن بزاف على البلاد على البلاد وبالحق باغي نديرو شي حاجه باغي نفرحو هاد البلاد ومهمه الفرحه ديال اليوم مع الجمهور اليوم اللي جا اللي كتشوف هاد المغاربه كيجيو من العالم كامله من المغرب من الامريكان من اوروب باغيين بلادهم. كتحس لي كنت كنقول عائله في الوداد حنا عائله كمغربيين كنفرحوا على البلاد وحسنا بها. والدراري باغيين يتقاتلوا باغيين يدخلوا في ليستوار. انا بالنسبه لي دخلوا في مستوى باش تربح بلجيكا اليوم درتي التعادل مع كرواسيا. خصنا نبقاو كونسونتري. المشكل اللي عندي اليوم باش ما نكذبش عليك هي لي بليسيون. عندنا بزاف ديال البليسيون هي عندنا بزاف قبل كوب دي مون مع حارين مع لوزا مع ماسينا مع شيف اتاكون تي سوداني مسكين ما لا شافي تي سوداني. ودابا خصكم تعرفوا بلي واحد لاعب بحال حكيم يلعب بليسي مزراوي يلعب بليسي سايس يلعب بليسي بونو كان غيلعب بليسي باغي يموتو هو الروح اللي بغيت نحتلو وكيحتلو والله ما كيحيبكش ليا ملي كتدخل بنيا. تعذبنا بهاكا ها ملي كتشوف هاد الشعب جات لقطر كيستنى ها ما تخلاش ما تحتي كلشي وهادشي اللي داروا الدراري. الماتش ما كان ساهل بصراحة بحال كنا واقفين وحطينا الماكسيموم اللي كنا نقدروا نحتيو باش نجيبوا هاد الفرحة للشعب المغربي. شكرا.